أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء ضرورة مناقشة المشكلات التي تواجه سوق العمل المصري بكل صراحة وموضوعية لإيجاد حلول عملية وعملية. وخلال كلمته أمام المؤتمر الوطني لمناقشة مشروع الخطة الوطنية للتدريب من أجل التشغيل، شدد محلب على ضرورة ربط الأجر بالإنتاج، داعيا إلى مناقشة الربط بين سياسات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل. إن هذا المشروع المطروح ليس نتاجا لقراءات نظرية أو تحليلات مكتبية مجردة، وإنما يعكس في الواقع حصائل متابعات ميدانية واسعة ومباشرة. وحسب حديث الوزيرة، لم يعد بعد 30 من يونيو مجالا لتفرق الجهود الوطنية أو المزاحمة بغير مقتضى، وأصبح التداخل والاعتماد المتبادل بين الجهات كفة أمرا حتميا. نحرص في خطتنا الوطنية المقترحة هنا على أن يكون الربط بين التدريب والتشغيل فلسفة اقتصادية دائمة ونظاما مؤسسيا ثابتا يتجاوز المراحل والأهداف المؤقتة ويشمل كل قطاعات الإنتاج والخدمات في بلادنا. ألمان بالطفرة الرهائلة اللي هم موجودين فيها 50% تعليم جامعي و 50% تعليم فني. أن يرتبط الرقم القومي بالرقم التأميني ونقدر فعلا نحصر الفجوة بين دخول المتدربين إلى العمل الرسمي، لأن دي فرصة كبيرة جدا مع ارتفاع مستوى التدريب، وإن المتدرب من العامل هيكون عارف حقوقه وعارف واجباته، ده هيخليه يلجأ، بالعكس هيختطف في سوق العمل الرسمي. نعاني من ارتفاع معدلات البطالة في الوقت الذي تتوفر لدينا فيه آلاف فرص العمل في المصانع، إذن ثقافة فهم العمل لدى الشباب يكمن عندها الخلل، إضافة لضرورة تكامل الأدوار في الربط بين التدريب والتشغيل. فكرة التشبيك بين الطلب والعرض، وتحديدا من خلال الخطة أو من خلال برنامج وطني للتدريب من أجل التشغيل. كم متوسط التدريب الاحترافي بجميع أنواعه اللي أنا أذكرها بسرعة؟ كان في المتوسط ما بين 12 ل 15 ألف فرصة تدريب سنوية. السنة دي احنا بنرفعها ل 30 ألف فرصة تدريب، والسنة القادمة وما يليها سنرفعها إلى 50 ألف فرصة تدريب سنويا. متخيل إن هو لو اشتغل عامل وهو عنده 21 سنة هيطلع بعد كده عنده 60 سنة ويطلع طالع عامل في نفس المكنة اللي كان واقف عليها. عنده ثقافة إن أول مهنة هشتغلها هي آخر مهنة. لا ينتهي العمل، لكن أين العامل؟ الاحتياج لتغير ثقافة أحد الحلول، والاحتياج أيضا لتدريب احترافي، والتأكيد على واقع ربط الأجر بالإنتاج ليتحول المشتغل من مستهلك حتى وهو يعمل إلى منتج. أحمد نبيل، التلفزيون المصري.